الورق كده مظبوط يا هناء؟ اهلا وسهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الاعدادي، وحلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء. ان شاء الله النهارده هنكمل الدرس الثاني. اخذنا الحلقه اللي فاتت طبقات الغلاف الجوي، واتكلمنا على اول طبقه اللي هي التروبوسفير. قلنا التروبوسفير بتمتد من سطح الارض لحد ارتفاع 13 كيلومتر. قلنا في التروبوسفير كل ما بطلع على اعلى الحراره بتقل بمقدار قد ايه؟ لكل 1 كيلو بتقل الحراره بمقدار 6.5 درجه سلزيه. بوصل في نهايه الطبقه بلقى درجه الحراره بتوصل لسالب 60. طبقه التروبوسفير طبقه مضطربه لان بيحصل فيها كافه الظواهر الجويه. طبقه التروبوسفير بتحتوي على 75% من مكونات الهواء الجوي او كتله الهواء و99% من بخار الماء. الكلام ده قلناه الحلقه اللي فاتت، وبس وقفنا على ازاي احل المساله. في اي مساله بتجيلي مديني 3 حاجات. مديني درجه الحراره على سطح الارض او سفح الجبل تحت، مديني درجة الحرارة فوق على قمة الجبل، مديني الارتفاع. ففي أي مسألة بيديني اتنين وعايز التالت. هيديني درجة الحرارة تحت والارتفاع، يبقى عايز درجة الحرارة على القمة. طيب مديني درجة الحرارة فوق والارتفاع، يبقى عايز درجة الحرارة على الأرض. مديني درجتين حرارة، يبقى عايز الارتفاع. أحلها إزاي؟ طريقة سهلة ونركز كده عشان خاطر ما تلخبطش. أي مسألة مديني فيها الارتفاع 5 كيلو 6 كيلو 2 كيلو 3 كيلو، أعمل إيه؟ وأنا مغمض أضرب كلمة الكيلو الرقم اللي جنبي كيلومتر أضربه في 6.5. أعمل إيه بالرقم ده؟ هعمل بيه حاجة من الاتنين، يا إما هطرح يا إما هجمع. طب هطرح إمتى؟ وأنا طالع لفوق، لأن إحنا بنقول الحرارة بتقل كلما ارتفعت إلى أعلى. يبقى معنى كده لو عايز الحرارة فوق الرقم اللي أنا ضربته في 6.5 ناقص الرقم اللي كان مديهوني. مديني 30 يبقى له 30 ناقص الناتج بتاع الضرب. مديني 20 يبقى له 20 ناقص الناتج. يبقى دوت امتى؟ لما اكون عايز الحراره فوق. طب لو تحت اعمل ايه؟ الرقم اللي طلع اجمعه، لان مديني الحراره على القمه قال لك 5 وانت ضربت طلع 10، يبقى 5 زائد 10 يبقى 15. مديني درجتين 2 اطرح الاثنين من بعض والناتج اقسمه على 6.5. طب نشوف الامثله معايا عشان خاطر نقدر نحل اكبر جزء من الايه؟ المسائل. اذا كانت درجة الحرارة على سطح الأرض 26 درجة سلزية، كم تكون درجة الحرارة على قمة جبل ارتفاعه 2 كيلومتر؟ ها الحل. قلت اي رقم جنبه كلمه كيلومتر اعمل فيه ايه؟ اضربه في 6.5. يبقى اقول له 2 في 6.5 بتساوي كام؟ 13 درجه. طب وبعد كده هو عايز الحراره فين؟ ده الجبل بتاعنا، عايز الحراره فوق. يبقى وانا طالع لفوق الحراره بتقل، يبقى هعمل ايه في الرقم ده؟ هطرحهم اللي مدهوني. يبقى اول هنا خطوه هقول له مقدار الانخفاض، يعني الحراره هتنخفض بمقدار قد ايه؟ يبقى 2 في 6.5. وتاني خطوه عايزين درجه الحراره على القمه، درجة الحرارة على القمة بتساوي 26 ناقص 13، يبقى بتساوي كام؟ 26 ناقص 13 يبقى بتساوي 13 درجة. يبقى إذا كانت درجة الحرارة على قمة على سطح الأرض بتساوي 26، فكم تكون درجة الحرارة على الارتفاع 2 كيلومتر؟ آدي الحرارة عندي على الأرض بتساوي كام؟ قلنا 26. الحرارة فوق كام؟ ما اعرفش. يبقى هعمل ايه؟ قلت الرقم كام كيلو؟ 2 كيلو. هكتبها هنا عشان مش باينة اهو. 2 كيلو اضربها في كام؟ في 6.5. يبقى 2 في 6.5 بتساوي كام؟ 13. الرقم اللي طلع ده قلت وانا طالع لفوق الحرارة بيحصل لها ايه؟ الحرارة بيحصل لها بتقل. يبقى هعمل ايه في الحرارة؟ اطرحها. يبقى هقول له ناقص الحرارة على سطح الأرض ناقص الناتج اللي طلع، يبقى 26 ناقص 13 بتساوي كام؟ بتساوي 13 درجة. مسألة تانية هنقول إذا كانت درجة الحرارة على قمة جبل 5 درجات مئوية، وكان ارتفاع الجبل 3 كيلو، كم تكون درجة الحرارة على سفح الجبل؟ ده الجبل بتاعنا، عايزين الحرارة هنا بتساوي كام؟ الحرارة فوق بكام؟ بخمسة. الجبل ارتفاعه كام؟ تلاتة. يبقى قلت أول خطوة إيه؟ دي كلمة كيلومتر، يبقى هقول له تلاتة في 6.5 بتساوي كام؟ هتقول لي 19.5 درجة. الرقم ده بعمل فيه إيه؟ إحنا نازلين لتحت، يبقى بجمع
يبقى اقول له الدرجه اللي مديهاني مديني كام درجه؟ 5 زائد ال 19 ونص، يبقى الحراره على الارض بتساوي كام؟ هقول له 24 ونص درجه، يبقى الحراره كام؟ 24 ونص. عملت ايه مره ثانيه؟ اول حاجه ادور على كلمه كيلومتر، اعمل ايه في الكيلومتر؟ اضربها في 6 ونص. بضربها ليه؟ لان هو نازل الحراره بتزيد، يبقى اقول له هنا مقدار انخفاض ولا ارتفاع؟ لا هقول له مقدار الارتفاع. يبقى 3 في 6 ونص بالآلة الحاسبة يطلع 19 ونص. يبقى عايزين درجة الحرارة، يبقى الخمسة اللي هو مدهاني زائد 19 ونص بتساوي كام؟ 24 ونص درجة. طيب ادي الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة، إذا كانت درجة الحرارة فين؟ على سطح الأرض بتساوي كام؟ 26 درجة مئوية. وكانت درجة الحرارة على قمة الجبل بتساوي كام؟ 13 درجة مئوية. عايز ايه؟ اوجد الارتفاع. ها؟ وانا قبل ما نشرح قلنا هنعمل ايه؟ دي درجة ودي درجة، يبقى هقول له 26 ناقص 13 على 6.5، يبقى عشان اجيب مين؟ عشان اجيب الارتفاع. عملت ايه؟ طرحت الدرجتين من بعض، الدرجة اللي على سطح الارض ناقص الدرجة على القمة، 26 ناقص 13 بتساوي كام؟ 13 على 6.5، يبقى الارتفاع بيساوي كام كيلو؟ هقول له بيساوي 2 كيلو. مرة تانية، إذا كانت درجة الحرارة على سطح الأرض، الحرارة تحت هنا بتساوي كام؟ 26، والحرارة فوق على قمة الجبل بتساوي كام؟ 13، الجبل ده ارتفاعه كام؟ قلت لما ألقى فيه درجتين اتنين حرارة، أعمل إيه؟ أطرحهم من بعض، والرقم اللي يطلع بقسمه على 6.5، 26 ناقص 13 بيساوي 13 على 6.5 بتساوي كام؟ 2 كيلو. بص معايا بقى على الشاشة عشان ديت إزاي أحل أي مسألة، ده القانون بتاعنا. بيقول مقدار التغيير الارتفاع او الانخفاض، الارتفاع اللي هو الرقم جنب الكيلومتر بضربه في 6.5. بعد كده عايزين درجه الحراره عند قمه جبل، يبقى درجه الحراره اللي هو مديهاني على الارض ناقص مقدار الانخفاض اللي هو الناتج اللي طلع نتيجه ضرب الارتفاع في 6.5. طب عايز درجه الحراره عند السفح تحت، يبقى درجه الحراره مديهاني عند القمه زائد مقدار الارتفاع في درجه الحراره. الثالثه عايزين الارتفاع، يبقى درجة الحرارة عند سفح اللي هو على الأرض ناقص درجة الحرارة اللي على القمة اللي هي فوق على 6.5. مثال، احسب درجة الحرارة على قمة جبل ارتفاعه 2 كيلو ودرجة الحرارة عند السفح 33، يبقى هنا عايزين الحرارة فين؟ فوق. في كلمة كيلومتر، الرقم اللي جنبها كام؟ 2، يبقى هقول له مقدار الانخفاض لأن هطلع فوق الحرارة بتقل، ارتفاع الجبل في 6.5، يعني كام ارتفاع الجبل؟ 2 كيلو. في 6.5 يبقى بتساوي 13. درجة الحرارة عند القمة عايزها فوق، يبقى درجة الحرارة عند السفح اللي هو ناقص مقدار الانخفاض، الحرارة اللي مداني كام؟ كام؟ 13، يبقى 33 ناقص 13 بتساوي 20 درجة. مسألة تانية، احسب درجة الحرارة على سفح الجبل، ارتفاعه 2 كيلو، درجة الحرارة عند القمة 15، ال 2 كيلو أعمل فيها إيه؟ أضربها في 6.5، طب أنا نازل ولا طالع؟ أنا عايز الحرارة تحت، يبقى هجمع، يبقى هجمع صح، يبقى أقول له مقدار الارتفاع كام الجبل؟ 2 في 6.5 بتساوي كام؟ 13 درجة. عايزين بعد كده الحرارة عند السفح، يبقى بجمع الدرجتين، الحرارة الأولانية كام؟ 15 وناتج الضرب 13 يبقى بتساوي 28. بعد كده الفكرة الثالثة، جبل ارتفاعه، عايزين جبل درجة الحرارة عند السفح يعني تحت على الأرض 20 وعند القمة 7 الارتفاع، قلنا نعمل إيه؟ هطرح الدرجتين من بعض والناتج هقسمه على 6.5، يبقى ارتفاع الجبل الفرق في درجة الحرارة على 6.5، 20 ناقص 7 على 6.5، 20 ناقص 7 بكام؟ ب 13 على 6.5 يبقى بتساوي 2 كيلو متر. احسب درجة الحرارة، هنا بقى المسألة بالمتر، أعمل إيه؟ السؤال بيقول احسب درجة الحرارة عند أعلى مرتفعات جبال إيفرست ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 8862 متر، فإذا كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل تحت 20.6، ما المسألة سهلة، بس الفكرة في إيه؟ إن أنا مديهاني بالمتر مش بالكيلومتر، يبقى أعمل إيه أول خطوة؟ أحول متر لكيلو متر، يعني هعمل إيه؟ هقسم على 1000، طب ليه قسمت على 1000؟ عشان الكيلو متر فيه كام متر؟ 1000، يبقى الارتفاع بالكيلو، الارتفاع اللي هو مدهوني على 1000، الارتفاع مدهوني كام؟ 8862 على 1000 يبقى 8 كيلو و862 من 1000 كيلو متر. الناتج اللي طلع هضربه في 6.5 عشان اجيب مقدار الانخفاض، يبقى 8 و862 من 1000 في 6.5 يبقى بتساوي 57.6. طب دي درجه الحراره اللي انا هطرحها، الحراره مدهاني كام؟ 20.6، يبقى اقول له 20.6 ناقص 57.6، ولا اكتب الكبير الاول؟ لا احنا مرتبطين، اللي على الارض هو اللي يتكتب الاول ناقص الناتج، يبقى درجه الحراره بكام؟ 20.6 ناقص 57 يبقى سالب 37. ديت كده معظم المسائل اللي بتيجي. دي فكره ثالثه، هنا في طياره ارتفاع المسافه بين الطياره وبين المبنى 2 كيلو،
السؤال بيقول لك ارتفاع المبنى ده قد ايه. يبقى الاول السؤال بيقول احسب ارتفاع المبنى اذا كانت درجه الحراره المسجله عند الطائره يعني جوه الطائره 3 والحراره المسجله تحت 19 و25 ملم. يبقى عندي درجتين هعمل ايه؟ هجيب الارتفاع المسافه بين الطياره وسطح الارض اللي هو الارتفاع كله، واللي يطلع بعد كده اطرحه من الاثنين كيلو عشان اشوف المبنى ارتفاعه قد ايه. يبقى اول خطوه هقول الارتفاع 19 و25 من 100 ناقص 3 اللي هو مدهاني على 6.5، تطلع 16 و25 ناقص على 6.5 يبقى ارتفاع كله من الارض لحد الطياره 2 كيلو ونص. يبقى المبنى لوحده ارتفاعه قد ايه؟ هقول له 2.5 ناقص 2 يبقى بتساوي 5 من 10 كيلو متر. الطبقه الثانيه اللي اسمها الاستراتوسفير، معايا بقى بسرعه كده عشان الطبقات دي سهله وان شاء الله بتيجي كتير في الامتحان، يقول لك قارن او اذكر مثال حي. احنا قلنا اول طبقه بتنتهي عند منطقه فاصله اسمها التروبوبوز، يبقى الطبقه الثانيه اللي هي اسمها الاستراتوسفير بتبدا منين؟ بتبدا من منطقه التروبوبوز لحد المنطقه الفاصله بتاعتها اللي اسمها استراتوبوز. السمك بتاعها بيبدا من 13 كيلو لحد 50، يبقى الفرق كام كيلو؟ نقول له 37 كيلو. طبقه الاستراتوسفير بتحتوي على غاز الاوزون، موجود فين غاز الاوزون؟ على ارتفاع من 20 ل 40 كيلو. طب ايه اهميه غاز الاوزون؟ هناخد ان شاء الله الحلقه الجايه وهنعرف اهميه طبقه الاوزون، بس دلوقتي لازم نكون عارف ان طبقه الاوزون وظيفتها ايه؟ تحمي الكائنات الحيه على سطح الارض من اضرار الاشعه الفوق بنفسجيه. يعني الاشعه الفوق بنفسجيه ليها اضرار؟ ليها اضرار وليها فوائد، والكلام ده هنقوله ان شاء الله الحلقه الجايه في الدرس اللي جاي. يبقى طبقه الاوزون موجوده فين؟ نقول على ارتفاع من 20 ل 40 كيلو متر، وظيفتها ايه؟ تحمي الكائنات الحيه من الاشعه الفوق بنفسجيه الضاره. طبقه الاستراتوسفير كل ما بيرتفع فيها الاعلى بتبدا تزيد الحراره، الحراره كانت عندها في البدايه كام؟ قلنا سالب 60، طب في نهايه الطبقه بتبقى بصفر، طب ليه؟ قال لك عشان خاطر طبقه الاوزون لما بتكون بتسبب ارتفاع في درجه الحراره. حركه الهواء في طبقه التروبوسفير قلت حركه راسيه، الهواء الساخن يرتفع الى اعلى وينزل مكانه الهواء البارد، لكن في الاستراتوسفير حركه الهواء حركه افقيه من الشمال لليمين. طبقه التروبوسفير قلنا طبقه مضطربه عنيفه بيحصل فيها كل الظواهر الجويه، لكن طبقه الاستراتوسفير لا يحدث فيها كافه الظواهر الجويه، عشان كده هنا في سؤال علل بيجي كتير في الامتحانات. ايه هو؟ يقول لك علل، يفضل الطيارين، يعني الطيارين بيحبوا الطيران بطائراتهم في الجزء السفلي من طبقه مين؟ الاستراتوسفير. ليه بيحب الطيار يطير في الطبقه دي؟ لانها طبقه خاليه من الغيوم، مفيش سحاب، السحاب تحت في التروبوسفير والاضطرابات الجويه، ان احنا قلنا التروبوسفير هي اللي بيحصل فيها الاضطرابات الجويه. طيب يبقى معانا كده على الشاشه الطبقه الثانيه استراتوسفير تقع بين التروبوبوز والاستراتوبوز، بتمتد من 13 ل 50 يبقى سمكها 37 كيلو، بتثبت درجه الحراره في البدايه عند سالب 60 وبتزداد تدريجيا لحد ما توصل في النهايه الى صفر مئوي. بيقل الضغط الجوي بيوصل في نهايه الطبقه الواحد ملي بار، طبعا قلنا في التروبوسفير الضغط بيبقى 100، طب في الاستراتوسفير في نهايه الطبقه يبقى الضغط 1 ملي بار. بتحتوي على معظم غاز الاوزون الموجود في الغلاف الجوي على ارتفاع من كام لكام؟ من 20 ل 40 فوق سطح البحر، والحته دي بتيجي اكمل، يوجد غاز الاوزون في طبقه الاستراتوسفير على ارتفاع من كام لكام؟ الجزء السفلي منها خالي من الغيوم والاضطرابات الجويه، لذلك يفضل الطيارين التحليق بطائراتهم في هذا الايه؟ الجزء. تسميه الاستراتوسفير بالغلاف الاوزوني من اسمها، ليه سميتها الاوزوني؟ لانها تحتوي على غاز الاوزون في 20 ل 40 كيلو متر. السؤال الثاني، ارتفاع درجه حراره الجزء العلوي من الاستراتوسفير، ليه الحراره بتزيد؟ بدا عند سالب 60 وانتهت عند صفر؟ قال لك عشان في طبقه الاوزون اللي بتمتص الاشعه فوق البنفسجيه. علل، طبقه الاوزون تعمل كدرع واقي للحياه على سطح الارض. هنا سؤال علل وممكن يجي لي بمعنى تاني، ايه فايده طبقه الاوزون؟ اقول له تعمل كدرع واقي للحياه على سطح الارض. طب بتعمل ايه بقى؟ نقول لانها بتمتص الاشعه فوق البنفسجيه لايه؟ الضاره. الجزء السفلي من الاستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات، يقول لانه خالي من الغيوم والاضطرابات الجويه وحركه الهواء فيه حركه ايه؟ افقيه. الطبقه الثالثه اسمها الميزوسفير. الميزوسفير كلمه ميزو يعني طبقه متوسطه. يعني ايه طبقه متوسطه؟ هي موجوده في النص. بتبدا من كام؟ مش احنا قلنا الاستراتوسفير بتنتهي عند 50؟ دي بتبدا من 50 وبتنتهي عند 85. طبقه الميزوسفير طبقه مخلخله، الهواء فيها بيتكون من غازين هيدروجين وهيليوم. طبقه الميزوسفير مهمه جدا لانها بتمنع دخول الاجسام الفضائيه لسطح الارض.
وظيفتها اي جسم فضائي اللي هو عباره عن الصخور اللي موجوده في الفضاء. الصخور دي من خارج الارض بنسميها نيازك، اول ما بتخش كوكب الارض بتحتك بالغلاف الجوي فبتتحول من نيازك لشهب. مين اللي بيمنعها؟ طبقه الميزوسفير. طبقه الميزوسفير الحراره فيها بتقل، احنا قلنا الاستراتوسفير بدأ من سالب 60 وانتهت لصفر، طب في الميزو بتبدا من صفر وبتنتهي عند سالب 90، عشان كده بسمي طبقه الميزوسفير ابرد الطبقات، طبقه بارده. ليه بارده؟ بسبب انخفاض درجه الايه؟ الحراره. يبقى الطبقه الثالثه اللي هي الميزوسفير طبقه مخلخله بتحتوي على غازي الهيدروجين والهيليوم، طبقه بتمنع دخول الاجسام الفضائيه، الحراره بتقل فيها بمقدار كبير وبنسميها ابرد الطبقات، وبتوصل الحراره في نهايتها الى سالب 90 درجه مئويه. بصوا معايا الخصائص. الطبقة الثالثة وبنسميها الطبقة المتوسطة بتمتد من الاستراتوبوز على ارتفاع 50 وحتى ارتفاع 85، يبقى سمكها كام كيلو؟ 35 كيلو متر. بتقل الحرارة بمعدل كبير كلما ارتفعنا إلى أعلى، وتبقى الحرارة عند القمة سالب 90 درجة مئوية. طبقة شديدة التخلخل، ويجي عليها سؤال عالي نقول له ليه؟ لاحتوائها على كميات محدودة من غازي الهيليوم والإيه؟ والهيدروجين. تتكون بها الشهب نتيجة احتكاك الصخور القادمة اللي هو احنا قلنا عليها النيازك من الفضاء بجزيئات الايه؟ الهواء. بيقل الضغط الجوي فيها، احنا قلنا الضغط في نهاية الاستراتوسفير كان واحد، هنا يبقى واحد من 100 ملي بار. علل تسمية الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي باسم الميزوسفير، نقول لأنها طبقة تتوسط طبقات الغلاف الجوي. علل الميزو طبقة شديدة التخلخل للسائلين لأنها بتحتوي على غازي مين ومين؟ الهيدروجين والهيليوم، كمية محدودة منه. بعد كده الميزوسفير أبرد الطبقات، ليه أبرد الطبقات؟ نقول لأن درجة الحرارة بتوصل في نهايتها إلى كام؟ إلى سالب 90 درجة مئوية. ظهور معظم الشهب بطبقة الميزوسفير، ليه بتظهر معظم الشهب؟ بسبب احتكاك الكتل الصخرية اللي هي القادمة من الفضاء بجزيئات الإيه؟ بجزيئات الهواء. الطبقة الرابعة السيرموسفير. ايه هي بقى كلمه سيرموسفير؟ كلمه سيرموسفير يعني طبقه ساخنه، طبقه ساخنه يعني بترتفع فيها درجه الحراره، بتوصل درجه الحراره في نهايه السيرموسفير الى حوالي 1200 درجه مئويه، 1200 عشان كده طبقه سخنه. طبقه السيرموسفير جواها طبقه متاينه اللي احنا بنسميها الايونوسفير، والايونوسفير ديت بتعمل ايه؟ ليها اهميه كبيره في الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والبث الاذاعي والتلفزيون. ده طبقه اسمها طبقه الايه؟ الايونوسفير. موجوده فين؟ موجوده على ارتفاع 700 كيلو متر من طبقه السيرموسفير. سمك السيرموسفير بيبدا احنا قلنا من كام؟ اخر طبقه عندنا قلنا من 80، يبقى السمك بتاعها حوالي 675 كيلو. طبقه السيرموسفير الضغط فيها بيوصل في نهايته الى 1/10000. الطبقه الرابعه من طبقات الغلاف الجوي ومعنى الاسم الطبقة الحرارية عشان كلمة سيرموسفير. ليه قلنا طبقة حرارية؟ لأنها أسخن طبقات الغلاف الجوي، الحرارة بتزداد فيها بمعدل كبير بالارتفاع وبتوصل إلى كام درجة؟ 1200 درجة، عشان كده بسميها طبقة ساخنة. بتمتد من ال 85 كيلو لحد 675، يبقى سمكها 590. لو طرحناهم من بعض 85 ناقص 675 يديني السمك 590. بعد كده بيحتوي الجزء العلوي منها على ايونات مشحونه، ودي اهم حاجه في الجزء دوت، بتوجد فيها الايونات على ارتفاع كام كيلو؟ قلنا 700، وبنسميها بالايونوسفير. والايونوسفير اهميتها ايه؟ علل او اذكر اهميه طبقه الايونوسفير، نقول بتقوم بدور هام في الاتصالات اللاسلكيه والبث الاذاعي، حيث تقوم الايونوسفير بعكس موجات الراديو اللي بتبثها مراكز الاتصالات ومحطات الاذاعه. حزامي فان إيلن حوالين طبقه السيرموسفير في حزامين اتنين اسمهم حزامي فان إيلن. الحزامين دول حزامين مغناطيسيين، وظيفتهم ايه؟ تشتيت الاشعه الكونيه الضاره، في اشعه جايه من الفضاء عايزه تخش كوكب الارض، الحزامين دول بيرجعوهم مره تانية. فلما بيرجعوهم بيحصل ايه؟ بيحصل ظاهره اسمها ظاهره الشفق القطبي. ايه الشفق القطبي دي يا مستر؟ الشفق القطبي دي عباره عن ستائر ضوئيه مبهره بتبان عند القطبين الشمالي والايه؟ والجنوبي. هحاول اوري لكم صورتهم معايا دلوقتي. يبقى حزامي فان إيلن ايه هم؟ دول شكلهم ادي الارض، الحزامين اللي هم الاحمر والازرق دول حزامي فان إيلن. ايه هم بقى؟ حزامين مغناطيسيين يحيط بالايونوسفير ويقوم بايه؟ وظيفتهم ايه؟ تشتيت الاشعه الكونيه الضاره بعيدا عن سطح الايه؟ الارض. يبقى الاهميه ها اهميتهم ايه؟ تشتيت الاشعه الكونيه الضاره بعيدا عن سطح الايه؟ الارض، مما يؤدي لحدوث ظاهره اسمها الشفق القطبي او الاورارو. يبقى هو بقى الشفق القطبي ها ستائر ضوئيه ملونه ترى من القطبين الشمالي والجنوبي الارض. بص الصوره بتاعتها، ده شكل الشفق القطبي باين عند القطب الشمالي والناس بتصوره، لان طبعا دي عامله زي الستاره موجوده جوه السماء، فطبعا ده يعتبر منظر جميل فالناس بتروح تتفرج ايه عليه.
منطقه الاكسوسفير. ايه هي الاكسوسفير؟ الاكسوسفير كلمه اكسو يعني خارجي، اسفير يعني الفضاء، خارج الفضاء. ايه ديت؟ قال لك ديت منطقه بتسبح فيها الاقمار الصناعيه. دلوقتي احنا بنتفرج على القناه بتاعتنا على قمر اسمه نايل سات، فالنايل سات موجود فين؟ في منطقه الاكسوسفير. يبقى الاكسوسفير منطقه خارجيه في الفضاء موجود فيها مين؟ موجود فيها الاقمار الصناعيه. يبقى الاكسوسفير المنطقه اللي بيندمج فيها الغلاف الجوي مع الفضاء الخارجي وبتسبح فيها الاقمار الايه؟ الصناعيه. يبقى يقول لك اهميه الاكسوسفير، نقول له ايه؟ ها، الاتصالات والبث التلفزيوني عبر القارات عشان فيها الاقمار الصناعيه. بس لا، في اقمار صناعيه بتبقى وظيفتها الطقس. علل تسميه الطبقه الرابعه من طبقات الغلاف الجوي باسم الثيرموسفير. ها، الناس اللي مركزه، ليه سميناها الثيرموسفير؟ نقول بسبب ارتفاع درجه الايه؟ الحراره. بتوصل في نهايه الطبقه الكام؟ قلنا ال 1200 طبقه، نقول لانها اسخن طبقات الغلاف الايه؟ الجوي. الثيرموسفير ليه اسخن طبقات الغلاف الجوي؟ بسبب تزايد درجة الحرارة فيها بمعدل كبير، ليصل إلى كام درجة؟ 1200 درجة. ناخد بالنا من الأرقام مهمة، اللي احنا بنقوله ده كله من الأرقام. يسمى الجزء العلوي من الثيرموسفير باسم الأيونوسفير. ها، حد مركز؟ نقول لأنها طبقة إيه؟ متأينة، تحتوي على أيونات موجبة وأيونات سالبة، يبقى احتوى على أيونات إيه؟ مشحونة. تقوم الأيونوسفير بدور هام في الاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي. ليه؟ نقول لان بنعكس عندها موجات الراديو اللي بتبثها مراكز الاتصالات او محطات الاذاعه. علل حدوث ظاهره الشفق القطبي اللي هي الاورارو. ليه بتحصل ظاهره الشفق القطبي؟ بسبب تشتيت الاشعه الكونيه المشحونه الضاره. قلنا مين اللي بيشتتها؟ حزامي فان ايه؟ الين. يبقى بسبب تشتيت الاشعات الكونيه المشحونه بعيدا عن سطح الارض بفعل التاثيرات المغناطيسيه لحزامي مين؟ فان الين. مقارنة بقى بين التروبوسفير والاستراتوسفير والميزوسفير والثيرموسفير، دي تعتبر كده مراجعة للي احنا قلناه كله. التروبوسفير، ها، معنى كلمة تروبوسفير الطبقة المضطربة، الاستراتو الطبقة المتطبقة، الميزو الطبقة المتوسطة، السيرمو الطبقة الحرارية. السمك، التروبوسفير من سطح البحر لحد التروبوبوز، وسمكها كام كيلو؟ 13. الطبقة الثانية هتبدأ من التروبوبوز لحد الاستراتوبوز، من 13 ل 50 اطراحهم من بعض، يبقى السمك كام كيلو؟ 37 كيلو. الطبقة الميزو من الاستراتوبوز لحد الميزوبوز، الاستراتو بدأت من كام؟ من 50، والميزو عند 85، يبقى السمك كام كيلو؟ نقول له 35 كيلو. آخر طبقة الثيرموسفير، قلنا من ال 85 لحد 675 اطراحهم من بعض، يطلع السمك بتاعنا كام كيلو؟ 590 كيلو. طيب التركيب، بتحتوي التروبوسفير قلنا على ايه؟ 75% من كتله الغلاف الجوي و99% من بخار الميه. الاستراتو بتحتوي على غاز الاوزون الموجود في الغلاف الجوي، وقلنا على ارتفاع كام؟ من 20 ل 40 فوق سطح البحر. الميزو بتحتوي على غازين بس، اللي هم مين ومين؟ الهيدروجين والهيليوم، وعشان كده هي شديده التخلخل. الطبقه الثيرموسفير تحتوي جزء منها على ايونات مشحونه، عشان كده بنسميها الايونو اسفير. الضغط، قلنا الضغط على سطح الارض في اول حلقه اللي فاتت او اللي قبلها، قلنا الضغط بيساوي 1013.25، اطلع لاعلى الضغط بيقل، فالضغط بيوصل في نهايه التروبوسفير كان 1013 بقى 100 ملي بار، يعني الضغط قل بمقدار 1%. الستراتوسفير احنا بدينا عند كام؟ 100، اقسم على 100 يبقى 1 ملي بار، يبقى الضغط 1 من 1000 من قيمه الضغط الجوي المعتاد. طب الثانيه هقسم برضه على 100، مش هي 1 ملي بار، هقسمها على 100، يبقى كام؟ 1 من 100 ملي بار. خد بالك ان احنا عملنا ايه؟ ال 1013 بقت 100 بس، اقسم 100 على 100 يطلع 1، اقسم 1 على 100 يطلع 1 من ايه؟ من 100. عشان برضه احنا مش عايزينك تحفظ بس، يعني حاول تحفظ بس بطريقه سهله عشان ما تنساهاش. درجه الحراره، قلنا في التروبوسفير بيقل درجه الحراره كلما ارتفعنا الى اعلى بمقدار 1 كيلو، بتقل بكام؟ ب 6.5. لقينا في درجه الحراره في نهايه التروبوسفير وصلت لسالب 60 درجه مئويه. الاستراتوبوز، الحراره بتبدا من عندها من سالب 60 وبعد كده بتزيد لحد لما توصل في نهايه الطبقه الى صفر درجه مئويه. الميزوسفير، بتصل في النهايه بتاعتها، احنا بدينا من صفر اللي هو عند الاستراتوبوز، اوصل لحد الميزوبوز القاها سالب 90، وعشان كده سميناها ابرد الطبقات. الثيرموسفير بتصل لنهايتها 1200، ودي بنسميها اسخن الطبقات. قبل ما نشوف اللي بعد كده، هنا في سؤالي، مين ابرد الطبقات؟ هقول له الميزوسفير. مين اسخن الطبقات؟ هقول له الثيرمو اسفير. الهواء، حركه الهواء في التروبوسفير قلنا حركه راسيه. ليه راسيه؟ قلنا لان الهواء الساخن بيرتفع الى اعلى، والهواء البارد بيهبط الى اسفل، يعني الهواء الساخن بيطلع لفوق والبارد بينزل لايه؟ لتحت. لكن في الاستراتوسفير حركه الهواء فيها حركه افقيه. الأهمية،
التروبوسفير اهميتها ايه؟ بتحدث فيها كافه الظواهر الجويه كالامطار والرياح، وبتنتظم فيها درجات الحراره طبعا عشان وجود بخار الايه؟ الميه. الجزء السفلي من الاستراتوسفير خالي من الغيوم والاضطرابات الجويه، فهو مناسب لتحليق الطائرات، والجزء العلوي في طبقه الاوزون اللي بتحمي الارض من الاشعه الفوق بنفسجيه. الميزوسفير حمايه الارض من الكتل الصخريه اللي احنا قلنا عليها الاجسام الفضائيه اللي بتدخل غلاف الجو، وبيتكون فيها الشوب نتيجه احتكاكها بجزيئات الهواء. الثيرموسفير لها دور مهم في الاتصالات اللاسلكيه والبث الاذاعي، ويحاط الايونوسفير قلنا بحزامين مغناطيسيين اللي هم حزامي فان إيلين، ويقوموا بتشتيت الاشعه الكونيه الضاره المشحونه بعيدا عن سطح الايه؟ الارض. ولهنا انتهت حلقتنا، وطبعا ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هنخش في الدرس الثاني اللي هو تآكل طبقه الاوزون والاحترار العالمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.